ولكن حبذا ولو أدخل شيء من الرقية داخل هذا المنهج، ولو في منهج التربية الإسلامية، ولو أدخل شيء من الأذكار في هذا المنهج ولو بأي أسلوب قليل، على الأقل الحياة يومية. إذا قمنا من النوم بسم الله الحمد لله الذي بعثنا، إذا دخلنا الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجاب بين أعين القام وعورات بني آدم قول بسم الله، يختفي الشخص عن أعين القام. وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خرج الجن والشياطين من مكانه بإذن الله. شياطين تتحدث على المبتلين حين نقرأ عليهم الرقية، بعد صراخهم وزجرهم ورعدهم وتوعدهم وتهديدهم، ثم يقولون هذا الأذان يحرقني، هذا الأذان يؤذيني، هذا الشاب يؤذيني وهذه الشابة تؤذيني، لماذا؟ بماذا تؤذي؟ يقول دائما تذكر الله، لا إله إلا الله، تقوم من الصباح تقرأ سورة البقرة وأنا أحترق، وتقول الأذكار وأنا أحترق، وهذا الشاب إذا خرج إلى الخارج يقول بسم الله توكلت على الله فتنزل الملائكة فتقمعني، وإذا قال النوم يقرأ آية الكرسي وينفث في يده ويمسح وجهه وصدره، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل الملائكة، فلا أستطيع أن أعاشر هذا الشاب ولا أستطيع أن أعاشر هذه الشابة، هذا شيطان يتكلم. وصدق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أمرنا بأمر إلا لمصلحة محبة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لمصلحة يريد لهم الخير في الدنيا والآخرة، يريد لهم أن يسعد الزوج بزوجته ويتهنى بها بعد أن دفع مهرها ألوف مؤلفة، ثم يأتي لزوجته فيربط، ويريد لهذه المرأة الصالحة أن تكمل نصف دينها. والله يا جلالة السلطان وقفت على حالات نساء وصلنا في عمر الخمسين ووصلنا في عمر الأربعين لم يتزوجن. أقول ألم يخطبكن خاطب؟ يقول بلى، خطبنا الكثير والكثير بالعشرات، ولكن إذا خطبنا أحد يأتي هذا الشيطان يتكلم على لساني فيسب الخاطب وأم الخاطب وأبو الخاطب، وإذا لم يمتنعوا يذهب إليهم في منام ويهددهم بدليل أنهم يأتون في اليوم الثاني يقول بس نحن ألغينا وكنسلنا هذه الخطبة، اسحبوا قواتكم. أي قوات؟ يقول أنتم فيكم هبائب، على قول عماني هبائب، فيكم هبائب، فيكم شياطين، فيكم زيران. هذا كان قا وهددني في المنام وقال لي ما أريد، إذا جيت إلى هذه المرأة واختبتها تراها زوجتي، هذا القام شيطان يقول، هذه المرأة إذا جيت واختبتها ترى هذه زوجتي، لا أقتلنك، لا أبهدلنك، لا أحرقنك، لا أفعلنك كذا، أو في أمك أو في ابنك أو في أخيك أو أختك. فيرفع اليد الرجل الفيتو ويقول أتوب إلى الله ولا أعود إلى خطبة هذه المرأة مرة أخرى، وفعلا يترك هذه المرأة. ومن كان باعه شديدا وتحمله قويا لأنه يحبها وباع الغالي والنفيس لها يتحمل أمر الشيطان فيتزوجها، فإذا تزوج والله لا يهنى بزواجه، لا هو بالزوجة ولا هي بزوجها، الشياطين سبحان الله يترصدونهم في منامهم. في الوقت الذي نحن ننام مع الزوجات مهانين مرتاحين، هؤلاء يتقلبون كالقمر، نزاعات زوجية وحرب داعش وغيرها نص الليل، حين الناس ينامون يرتاحون هؤلاء يتقاتلون ويتناحرون.